عدد احتمال الأقواس ينجز أولا العملية الموجودة داخل هذه الأقواس. ونلاحظ أن التعبير المتواجد داخل الأقواس يتكون كذلك من عمليتين، ألا وهما عملية الضرب وعملية الجذر. وهنا سنبدأ أولا بحساب عملية الضرب، بطبيعة الحال سنقيم الضرب، وسننجز هذه العملية. هنا ناقص 1 على 4 في 7 على 6 تساوي ناقص 1 في 7 مقسومة على 4 في 6. دونك هنا لحساب جداء عددين جذريين نضرب البسط في البسط والمقام في المقام. بعدها سنقوم بالتبسيط، دونك 7 في 1 أو ناقص 1 في 7 تساوي ناقص 7، و 4 في 6 تساوي 24. الآن سنقوم بحساب هذه العملية. هنا كانت لدينا عمليتان، نقوم بإنجاز العملية الأولى، فأصبحت لدينا الآن عملية واحدة فقط سنقوم بإنجازها. دونك لإنجاز هذه العملية بطبيعة الحال يجب توحيد المقام، وهنا عملية الجمع. دونك المقام الموحد هنا يمكن الحصول عليها عن طريق الضرب 24، العدد 24 في 4. وهنا الانتقال من هذا التعبير إلى هذا التعبير يجب ضرب البسط والمقام في عدد 4، وهنا سيجب ضرب البسط والمقام في عدد 24. ولكن هناك طريقة أخرى يمكننا الاعتماد عليها، هي أن المقام الموحد هنا هو العدد 24، وسنقوم به إنجازها. لاحظوا معي هنا يمكننا المرور من هذه المرحلة مباشرة إلى هذه المرحلة، وهنا نلاحظ أن المقام الموحد هو 24. يكفي، سنحتفظ بالعدد الأول الذي يساوي ناقص 7 على 24، وسنقوم بضرب العدد الثاني بسط ومقام العدد الثاني في العدد 6. لاحظوا معي هنا، وكان لدينا ناقص 7 على 24 زائد ناقص 5 على 4، فأصبح لدينا ناقص 7 على 24 زائد ناقص 5 في 6 على 4 في 6. احتفظنا بهذا العدد ناقص 7 على 24، وقمنا بالبحث عن العدد 24 عن طريق الضرب في العدد 6 بطبيعة الحال. يمكننا الاستمرار الآن بنفس الطريقة، سنضرب ناقص 5 في 6 تساوي ناقص 30، و 4 في 6 بطبيعة الحال تساوي 24. الآن أصبح لدينا عددان بنفس المقام، وهنا المقام الموحد هو 24، وهنا المقام الموحد هو 96. بطبيعة الحال هذان العددان هما عددان متساويان، فقط هنا سنحصل على شكل مبسط لهذا التعبير. دونك سنستمر في حساب هذا التعبير العددي. دونك لاحظوا معي هنا، يمكنني حساب التعبير المتواجد هنا على اليسار. وبما أننا نجمع عددين لهما نفس المقام، فنحتفظ بالمقام، سنحتفظ بالمقام ونجمع بطبيعة الحال البسطين هنا. كذلك يمكننا أن نفعل نفس الشيء هنا، نحتفظ بالمقام الذي هو 24 ونجمع البسطين وهو ناقص 37. الآن أصبحت لدينا عملية بالضرب، ناقص 148.96 مضروبة في 9 على ناقص 2، بطبيعة الحال سنقوم بإنجاز هذه العملية. ولكن قبل ذلك لاحظوا معي هنا، يمكننا اختزال العدد 4. إذا قمنا باختزال العدد 4 سنعود إلى هذا العدد ناقص 37 على 4. لاحظوا الآن أصبح لدينا نفس التعبير بطبيعة الحال. الآن سنخلص من هذا التعبير الذي كنت قد كتبته على اليمين هنا، وسنعود للاستمرار في التعبير المتواجد على اليسار هنا. جداء عددين جذريين سنضرب البسط في البسط والمقام في المقام بطبيعة الحال. دونك ناقص 37، دونك ناقص 37 في 9 على 24 في ناقص 2. ثم نستمر عن طريق التبسيط. دونك هنا كانت لدينا بطبيعة الحال جداء عددين مختلفي الإشارة، سنحصل على نتيجة سالبة. وبعدها يمكننا الحساب ثم التبسيط، أو مباشرة يمكننا التبسيط. دونك هنا نلاحظ أن 9 تكسب 3 في 3، و 24 هي 8 في 3. دونك يمكننا الاختزال بالعدد 3 بطبيعة الحال. دونك انا هنا ساحسب، بعدها ساختزل. دونك لاحظوا معي، قمت بالاختزال بعدد 3، فاصبح لدينا ناقص 11 ناقص 111 على ناقص 16. ساسحب هذا التعبير الى هنا لحتى يتسنى لنا استمرار في المعالجه ديالو. دونك هنا قمنا بتوحيد المقام، وفي حساب هذا التعبير بطبيعه الحال نحسب العمليه عن طريق توحيد المقام. المقام الموحد هنا ناقص 16. بعدها سنقوم بتوسيط هذا التعبير، فنحصل على العدد 114 ناقص 111 على ناقص 16 الذي يساوي بطبيعة الحال 33 على ناقص 16 زائد العدد الآخر الذي هو ناقص 8 على 3.
لحساب هذا التعبير كذلك نحتاج إلى توحيد المقام. المقام الموحد هو 48 ولا 16 في 3. طبيعة الحال وي، لأن أصبح لدينا مجموع عددين لهما نفس المقام، نحتفظ بالمقام ونجمع الوسطين بطبيعة الحال، ونحصل على العدد ناقص 227 و42. دونك هذا العدد لا يمكن اختزاله، لا يمكن اختزال هذا العدد بطبيعة الحال. دونك شكرا على المتابعة، وإلى فرصة مقبلة بحول الله.